النهاردة إن شاء الله نكمل ما بدأناه في المحاضرة اللي فاتت اللي بتتكلم عن السبرينكلر عرفنا في المحاضرة اللي فاتت كل أنواع السبرينكلر اللي ممكن نستخدمها في الفاير فايتنج سيستم وإمتى بنستخدم كل نوع من أنواع السبرينكلر دهيت وبدأنا كمان في الجزئية اللي هي بتاعت البايبنج إزاي إن أنا بوصل البرانشات والمن بايب ليه مجموعة الرشاشات اللي أنا ببدأ أوزعها في البيلدنج بتاعي هنكمل النهاردة إن شاء الله الجزء بتاع البايبنج هنتعرف النهاردة إن شاء الله على البايب ماتيريالز إيه هي أنواع أو المواد اللي بتتصنع منها المواسير الخاصة بالفاير فايتينج سيستم الحاجة التانية اللي هي البايب دايمنشن اللي هي الأبعاد الخاصة بالمواسير كذلك الـ joining اللي هي تتكلم على ازاي ان انا بربط المواسير مع بعضها ازاي بربط المواسير مع الفتنج المختلفة ومع الصمامات بعد كده في الجزئية اللي هي خاصة بالهانجر اللي هي السبورتات او الحوامل اللي هي بتبدأ تشيل السيستم بتاعي بالكامل في السقف بعد كده اللي هو الفالفز أو مجموعة الصمامات اللي بتدخل معايا في الفاير Fire Fighting اللي بتتحكم في الفلو أو البريشر Pressure لل Fire System بتاعي طيب. نبدأ أول عنصر من العناصر اللي هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله في المحاضرة اللي هي البايب Pipe Material بالنسبة للبايب Pipe Material في ديفولت ماتيريال أنا بستخدمها أو أشهر مواد اللي أنا بستخدمها في الفاير Fire Fighting System بالنسبة للمواسير اللي هي فوق الأرض يبقى above ground يبقى المواسير اللي هي فوق الأرض من أشهر المواد اللي أنا بستخدمها اللي هي seamless black steel schedule 40 يبقى هو عبارة عن مواسير ونوعها ستيل وأهم صفاتها إن هي سيمليس سيمليس يعني غير ملحومة طوليا علشان خاطر تتحمل الضغوط العالية اللي أنا بستخدمها في الفاير فايتنج سيستم النوع الثاني من الماتيريالز اللي هي جلفانيزد ستيل يبقى ده بالنسبة للمواسير اللي هي فين اللي هي فوق الأرض اللي هي الأباف جرام طيب المواسير اللي تحت الأرض أشهر مواد إن أنا بستخدمها في أغلب المشاريع إما إن هي بتبقى اتش دي بي اللي هي هاي uh, Density بولي uh, والنوع التاني من الماتيريالز بيبقى دكتيل آيرون او الحديد ايه الحديد المضطرب المواد دي انا بستخدمها تحت الارض علشان خاطر ان هي بتقاوم الضغط بتاع التربه بتقاوم التاكل والاملاح المتواجده عندي في التربه فعشان كده ما ينفعش ان انا استخدم معاها بلاك ستيل او جالفانيزد ستيل وابدا ادفنها تحت الارض لا انا بستخدم المدفون تحت الارض اللي هو الاتش دي بي او دكتايل ايرون اللي احنا شايفينه ده اللي هو الاتش دي بيبقى لونه في الغالب اسود وده نوع من انواع البلاستيك بس بيتحمل ضغوط ومقاومة عالية جدا بالنسبة للاملاح وغيرها من المواد الكيميائية والظروف اللي ممكن يتعرض ليها المواسير تحت الارض والناحية التانية بنشوف اللي هو ممكن المواسير اللي انا بستخدمها فوق الارض اللي هي بتبقى سيملس بلاك ستيل سكيدول اربعين وهنعرف ان شاء الله في السلايدات اللي قدام يعني ايه سكيدول اربعين هنشوف مع بعض كده دي اللي هي انواع اللي المواد اللي انا بستخدمها للمواسير والناحيه الثانيه اللي هي الفيتنج اللي بيسمح بيها الكود ان انا استخدمها كمواسير او كفيتنج في الفاير فايتنج سيستم بتاعي فنبص ان انا مقسمها اول حاجه اللي هي الفيرس بايبنج الفيرس بايبنج يعني المواسير اللي هي مصنعة من الحديد أو بيدخل فيها الحديد كعنصر أساسي في منها اللي هو الويلدد ال أند سيملس سيملس اللي هو غير ملحوم والويلدد اللي هو الملحوم بس هنا اللحام بيشترط بي إن هو يكون إيه إن هو أشهر حاجة بتكون ملحومة بس تكلفتها بتبقى عالية شوية اللي هي آخر عنصر اللي هي إلكتريك ريزيستنس ويلدنج ويلدد ستيل بايب يعني إيه يعني بتبقى مواسير بتتلحم عن طريق إيه؟ عن طريق القوس الكهربي أو المقاومة الكهربية لكن في أغلب المشاريع اللي إحنا بنشتغل بيها بنستخدم اللي هي المواسير اللي بتبقى في بعض الأحيان بنستخدم مواسير نحاس بس المواسير النحاس دي هي ليها تطبيقات برضو معينة أو ليها أبلكيشن خاصة بيها. زي طبعا اللي هي ايه زي مثلا الاوض اللي بيبقى فيها اجهزه اشعه بعض اجهزه الاشعه بتتاثر بالبايب كماتيريال ان هي بتحتوي على حديد ان هي بتسبب انحراف في القراءه نفسها او العمل نفسه بتاع اجهزه الاشعه فعلشان كده في اجهزة في الابليكيشن او الغرف اللي موجود فيها اجهزة اشعة ممكن تتأثر بالمواد الحديدية يبقى بنستخدم معاها كفر او مواد تانية بلاستيكية مسموح بيها وتبقى واخدة ابروفد يو ال او اف ام او سامح بيها الكود زي اللي هو سي بي في سي كذلك الامر بالنسبة للفيتنج برضو هنا الكود بيديني انواع ماتيريال مختلفة ممكن يتصنع منها اللي هو الفيتنج ولازم يبقى الفيتنج او المواسير نفسها تبقى واخدة اعتماد اليو ال -UL او الاف ام او اي Approved عالمي علشان خاطر ينفع استخدمها كمواد داخلة في الفاير فايتنج سيستم طيب ال الانواع المواد هو الفيتنج كماتيريال يبقى الريفرنس بتاعها اللي هو الكود ان اف بي 13 اللي حابب يرجع ليه في الكود ده بالتفصيل يرجع برضو هنا بيكمل انواع كتيرة خالص بالنسبة للبايب وبالنسبة للفيتنج كمواد ينفع ان احنا نستخدمها في الفاير فايتنج سيستم لكن زي ما قولنا ان اشهر مواد لو كانت المواسير دي فوق الارض يبقى اللي هي بلاك ستيل سكدوال اربعين واهم صفة ليها ان هي تكون سيملس او ان انا بستخدم جلفانيزد ستيل ولو كان مدفونة تحت الارض بستخدم اتش دي بي اي او بستخدم اللي هو الدكتايل اير او في بعض الاحيان او بعض المشاريع بتقابلنا ان احنا ممكن نستخدم ماتيريال زي اليو بي في سي بشرط ان هي تكون تتحمل ضغوط عاليه طيب هنشوف بعد كده اللي هو الاندر جراوند ديبس اوف كفر يعني لو عندي ماسوره الماسوره دهيت انا هدفنها تحت الارض بعمل بيها شبكه الفاير خارج المبنى فبتفنها تحت الارض طيب هتبقى مدفونة على مسافة قد ايه يبقى مفروض ان في كليرنس آه، ديبس بتتثبت عليه او بتتحط عليه او بتندفن عليه اللي هي المصورة على حسب الابليكيشن اللي هو بيبقى فوقيها بمعنى لو كان الطريق اللي فوق المصورة آه، بيعدي مجرد اشخاص بس من فوقيه يبقى المينيمم ديبس اللي بتدفن عليه الماسوره بيبقى تمانين سم طيب لو كان ده عباره عن رود واي يبقى هنا لو كان بيمشي فوقيه عربيات يبقى هنا بثبته او بدفنه على مسافه قد ايه مسافه تسعين سم زاد الوزن او زاد الحمل اللي ممكن يضغط على الماسوره بتاعتي عشان احافظ عليها ان هي ما يحصلش ان هي تتعرض لضغط كبير وبالتالي ممكن يسبب لها الكسر لا لو كان مثلا الابلكيشن اللي بيعدي فوق الماسورة ده عبارة عن قطورات لو كان قطر زي كده أو كان ريل واي يبقى هنا بتتدفن على مسافة كده مسافة مية وعشرين سنتي تحت الأرض كنا بنتكلم يعني إيه سكيدول أربعين هنعرفها إن شاء الله في السلايد دهيت هنلاقي إن أول حاجة في الجدول ده بيديني إيه؟ بيديني النومينال بايب سايز ايه هي المواد او ايه هي السايز او المقاسات الموجوده او المتاحه من المواسير اللي انا بستخدمها في الفاير فايتنج سيستم يبقى بتبدا اول حاجه من واحد بوصه يبقى المواسير اللي انا بستخدمها في الفاير فايتنج سيستم بتبدا من مقاس كام تبدا من واحد بوصه ومعاك لحد قد ايه معايا لحد مثلا اتناشر بوصه طبعا اتناشر ده لو كان ابلكيشن كبير جدا وكان كميه الفلو عاليه جدا هنلاقي ان بالنسبه للستيل بايب مقسمها سكيدول سكيدول 5 سكيدول 10 سكيدول 13 سكيدول 40 يبقى سكيدول 30 اند سكيدول 40 سكيدول 30 وسكيدول 40 وسكيدول 10 وسكيدول 5 يعني ايه بقى السكيدول ده السكيدول ده يبقى هو عباره عن علاقه مع الوول سيكنس بمعنى ان كل ما هعلي السكيدول كل ما هحصل على وول سيكنس أكبر وبالتالي هنا قدرة المصورة على أن هي تتحمل ضغط أكبر هتبقى أعلى فهنلاقي مثلا لو مسكنا مثلا اللي هو السايز واحد بوصة هنلاقي في السايز واحد بوصة بيديني هنا الأوتسايد دايمتر بيديني الإنسايد أند وول سيكنس طيب فهنلاقي إن بالنسبة لي الخانة الأولانية اللي هي nominal بايب سايز يعني ايه nominal pipe size nominal pipe size بيقصد بيها السايز الاسمي او المقاس الاسمي او المتعارف عليه او السوقي بالنسبة لي المصورة ده هي يبقى متعارف في السوق ان هو واحد بوصة او الخمسة وعشرين مللي لكن نبص ان لها ان الواحد بوصة او الخمسة وعشرين مللي ده القطر الخارجي ليه كان تلاتة وتلاتين بوينت اربعة ونبص ان لها الانسايد ديامتر ليه 30.1 تمام هنبص ان الوول سيكنس في حاله لو كان سكيدوال 5 هتلاقيه كام هتلاقيه 65 من 1000 انش او ما يعادل 1.7 ملم طب في سكيدوال 10 هتبص تلاقي الوول سيكنس كان 2.8 تدخل كده في سكيدول 30 مش متاح سكيدول 40 هتلاقيه 3.4 يبقى بيحصل ايه كده للول سيكنس يبقى بيحصل ان هو بيزيد يبقى بيزيد مع زيادة مين مع زيادة السكيدول يبقى كل ما بعلى بيه كل ما بيحصل ان الولت سيكنس عندي بيكبر وبالتالي قدرة الماسورة على ان هي تتحمل ضغوط اعلى بتبقى فرصتها اكبر كذلك الامر بتبص تلاقي الانسايد دايمتر بيحصل له ايه بيحصل له ان هو بيصغر يعني عندي الواحد بوصة اللي هو خمسة وعشرين ميلي اللي هو النوم من البايب سايز الانسايد دايمتر في حالة لو كان سكيدول فايف اللي هو هتلاقيه كام تلاتين بوينت واحد مليمتر طب سكيدول عشرة هتلاقيه كام هتلاقيه سبعة وعشرين بوينت تسعة في سكيدول اربعين هتبص تلاقي ستة وعشرين بوينت ستة يبقى هنا برضو كل ما بيعلى عندي Schedule كل ما بيحصل ان السكنس بيكبر والقطر الداخلي بيظهر في المواسير النحاس او الكبار بايب استعاض عن كلمة Schedule بحاجة تانية سماها تايب سماها تايب كي تايب ال اند تايب ام بنفس المثال هنبص نلاقي مثلا ادي الواحد بوصه اللي هو النومينال بايب سايز وزي ما قلنا النومينال بايب سايز ده اللي هو يعتبر القطر المتوسط او بنسميه القطر الاسمي او السوقي المتعارف عليه في السوق يعني فالواحد بوصه او ما يعادل اللي هو 25 مللي ادي الاوتسايد ديامتر بتاعه اللي هو 28.6 هتبص تلاقي فيه تايب كي مثلا طيب كي هتلاقي ان الوول سيكنس بتاعه كام 1.7 بينما في طيب ال هتلاقيه كام 1.3 في الطيب ام يبقى تسعة من عشرة يبقى هنا اعلى سيكنس موجود عندي اللي هو طيب كي والمتوسط اللي هو ال واقل سيكنس اللي هو طيب ام وبالتالي ده بيتحمل ضغوط اكبر من ده اكبر من اللي هو طيب ام بنفس القصة هي هي لو بصينا كده للانسايد دايمتر في الواحد بوصة هتلاقي خمسة وعشرين بوينت تلاتة في التايب ال بيكبر هنا معايا اللي هو ستة وعشرين هتلاقي تايب ام ستة وعشرين بوينت تمانية يبقى هنا بيحصل ايه كل ما بنتدرج في التايب بتاعي يبقى هنا بيحصل ان القطر الداخلي بيكبر والسيكنس بتاعي بيحصل له ايه يبقى والسيكنس بتاعي بيصغر وبالتالي هنا انا لما بستخدم فاير فايتنج سيستم لو كان الابلكيشن ده محتاج ان انا استخدم مواسير نحاس يبقى بستخدم اللي هو تايب كي دلوقتي هنتكلم عن حاجه تانية اللي هي جويننج ميثود ازاي ان انا اوصل المواسير مع بعضها او ازاي ان اوصل الماسوره مع فيتينج او مع صمام الكود بيطرح لي كذا طريقه للتوصيل اول طريقه اللي هي threaded بايب اند فيتنج يبقى هنا من اسمها كده ثريدد باي اند فيتينج معناها ان في الوز في هنا الوز داخلي في الفيتنج نفسه او الوصله نفسها سواء كانت تي او كانت البو او او كروس او اي فيتينج متاح عندي والماسوره نفسها بيبقى فيها الوز يبقى ميل اند فيميل بنبدا تركيب الماسوره مع الفيتنج عن طريق ايه عن طريق الثريد طيب بعد كده الحاجة التانية اللي هي أو ال 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 الوسيلة التانية للتوصيل اللي هي ويلدد بايب اند فيتنج ان أنا أبدأ لحام ال الماسورة نفسها مع ايه؟ مع ال الفيتنج يبقى هنا تبص T تي مع الماسورة ملحومة عندي البو مع الماسورة ملحومة يبقى هنا برضه الوسيلة التانية اللي لي بي بيتيحها الكود اللي هي ال الويلدنج عملية اللحام بعد كده هنشوف أحسن وصلة وأنضف وصلة بس هي غالية شوية اللي هي جروف جويننج ميثود أو الأشهر ليها أو الأسم المتعارف عليها اللي هي فيكتوليك كابلنج الفيكتوليك كابلنج ده نسبة لشركة فيكتوليك هي اللي إيه هي اللي صممت الفيتنج ده هي. إن هو بيجي بيجيب الفيتنج نفسها أو بي بيجيب الوصلة نفسها عبارة عن جزئيتين أو نصين بيبقى في جروف في الماسوره نفسها او في الفيتنج وفي بروز موجود عند في الوصله بتاعه الفيكتوليك يبدا يركب النصين بتاع الوصله نفسها عن طريق بولتس او عن طريق مسامير دي بتتميز ان هي سهله الفك وسهله التركيب وفي نفس الوقت بتتحمل ضغوط عاليه لكن من عيوبها طبعا ان هي تكلفتها عاليه اخر حاجه اللي هي براست اند اللي هي خاصه بمواسير النحاس هنشوف كده فيديو صغير بالنسبه لي الفيكتوريك كابلنج وبيشرح لنا ازاي بيتم تركيبها ادي بيجيب الماسوره زي ما احنا شايفين بيبقى فيها اللي هو الجروف وادي النصين اللي احنا بنتكلم عنهم اللي هم ايه اللي هم خاصين بوصلة الفيكتوليك ودي اللي هي البولتس او المسامير اللي هي بتبدا تربط النصين مع بعض وتبدا ايه تركب الـ الوصلة بتاعتي مع المصورة او مصورة مع ماسورة ثانية زي ما احنا شايفين ادي البروز اهو بيبدا ينزل في الحز او في الجروف اللي هو موجود عندي في الماسورة او الفيتنج وده المصورة التانية اهو دخلت وبيبقى في النص اللي هو الجاسكت اللي هو بيمنع عملية ايه عملية التسريب يبدأ يعشى ده مع ده طبعا عن طريق اللي هو البولتس او المسامير الموجودة عندي على جانبي الوصله طيب في الكود كان في بي بيقول لي بالنسبه للثريدد جوينتس اللي هي الوصلات الـ عن طريق الالوز يبقى ثريد جويننج بيرميتد فور سكيدول 40 فور سايزس ليس ذان 8 انش يبقى كل المقاسات اللي هي تحت ال 8 انش uh, بالنسبه للسكيدول 40 يبقى مسموح لك انك ممكن تعملها ثريد وبالنسبة للسكيدول 30 لحد 8 انش اند لارجر يبقى يبقى من الماسات من 8 انش اند لارجر يبقى الكلام ده موجود فين؟ موجود في كود ان لكن في السوق وعمليا يبقى ابليكابل ثريد جوينتس يبقى عمليا وكشغل استشاري المسموح ليك بالنسبة للألاوز لي علشان خاطر سهولة عملية الفك والتركيب بالنسبه للمواسير اللي هي المقاس لحد 2 انش يبقى اصغر من او يساوي 2 انش دي بنخليها ايه بنخليها سرد يبقى بنخليها وصلات الووز طب اكتر من 2 انش مسموح لك انك تعملها ويلدينج يبقى عن طريق اللحام او فلانج يبقى عن طريق فلانشات او جروفد اللي هي عن طريق الفيكتوليك كابلنج اللي احنا شفناه لكل المقاسات اللي هي اكبر من 2 انش بعد كده في حاجه اسمها بايب بيندنج احيانا انا بضطر ان انا اعمل وصله في الماسوره الوصل دهيت مش بتبقى متاحه في السوق ان انا عايز اغير اتجاه حركه الماسوره بزاويه معينه آه لكن مفيش فيتنج يحلل الزاويه دهيت فبضطر ان انا الجا لحاجه اسمها البايب بيندنج او ان انا اعمل تانيه في الماسوره ف... المنطقه دهيت او الحاجه دهيت او الاوبشن ده بيتيحوا الكود بس بيحطله بعض الريجوليشن المعين بيقول لي والله فور سكيدول 40 اند كفر تيوبينج يبقى هنا بالنسبه للمواسير اللي هي واخده سكيدول 40 والمواسير النحاس بيقول لك لو كان المقاس الماسوره ده لحد 2 انش يعني عندك ده واحد بوصه او واحد وربع او واحد ونص او 2 انش shall be radius of bend أكبر من أو يساوي كام؟ أكبر من أو يساوي ستة من البايب دايمتر يبقى هنا علشان خاطر تعمل تانية في الماسورة لحد اتنين انش لازم يبقى radius بتاع البندنج يبقى هنا نص قطر الانحناء اللي هو بتعمله للماسورة يكون أكبر من أو يساوي كام؟ ستة من قطر الماسورة لو كان عندك اتنين ونص اند لارجر يبقى اتنين ونص تلاتة اربعة ستة تمانية وهكذا يبقى اتنين ونص او اكبر بيبقى الراديوس اوف بند بيبقى اكبر من او يساوي خمسة من البايب دايمتر طب ليه الكلام ده؟ يبقى هنا بيحط لي القانون ده او بيحط لي ريجوليشن دهيت علشان خاطر يحافظ على الماسورة ان ما يحصلش فيها ايه؟ ما يحصلش فيها تعرج او ما يحصلش فيها تشوه او ما يحصلش فيها عصر علشان خاطر ما ياثرش على الفلو اللي هيمر فيها لو لو حدث ان في فاير وبالتالي ممكن يكبر لك من ممكن يكبر لك من اللوسز الموجوده عندك في السيستم او ممكن ياثر على الماسوره نفسها ان هي مع العصر ده ما تتحملش الضغوط العاليه يبقى هنا لو كانت 2 انش اند سمولر يبقى راديوس اوف بند ان أنا نص قطر الانحناء بتاعي بيبقى اكبر من او يساوي ستة من البايب دايمتر لو كان عندي اتنين ونص اند لارجر يبقى النص قطر النص قطر الانحناء بيبقى اكبر من او يساوي خمسة من البايب دايمتر فور اذر ستيل بايب يبقى اي ستيل بايب تانية غير السكيدول اربعين بيبقى فور اول سايز بتبقى الراديوس اوف بند بتبقى كام اكبر من او يساوي اتناشر من البايب دايمتر ازاي بيتم عمليه الانحناء برضو هنشوف فيديو صغير بيشرح القصه دهية هنا هنشوف القصة دهية ازاي بتمشي ده طبعا ماكينة سي ان سي مكينة بندنج سي ان سي بتبدا تعمل انحناء للمواسير زي ما احنا شايفين طبعا ماكينة سي ان سي بتعمل الانحناء او البندنج بدقه عاليه جدا ده ما طبعا ان في بعض المكن اللي هو بيتني المواسير بشكل يدوي طبعا ده بيتوقف على نوعيه المشروع على طبيعه المشروع اذا كان ضخم ولا مشروع صغير وحجم الانحناءات او حجم البندنج للمواسير اللي هي بتستخدم هل هو كبير ولا صغير بيحتاج دقة عالية ولا لا فزي ما احنا شايفين اهو هذه الماسورة عمل فيها اه كأنه عمل بالظبط او ركب بالظبط البو تسعين بس هنا استخدم اللي هو الانحناء او استخدم البندنج مع الماسورة فالمفروض اللي هو نص قطر الانحناء اللي هو بيعتمد على عليه المكنة هنا المفروض ان هو يبقى اكبر من او يساوي ستة من الدائمتر او خمسة من الدائمتر على حسب اذا كان قطر المصورة ده اتنين بوصة ولا اكتر من اتنين بوصة. زي ما احنا شايفين اهو الماكينة بتطلع لي في المصورة بدقة عالية جدا. بالزاوية اللي انت عايزها. عايزها تسعين عايزها اقل من تسعين اكتر من تسعين. بتقدر بسهوله جدا تعمله لك الماكينه ده وفي وقت طبعا صغير جدا هنتكلم برضو عن الجزئية اللي هي خاصة بالهانجرز او السابورتات الهانجرز او السبورتات من اهم الاجزاء الموجودة عندي في الفاير فايتنج سيستم لان هو اللي بيشيل السيستم سواء كان مواسير او كان سبرينكلر او انفالفات او غيرها طبعا لو في مشكلة في السبورتات او مشكلة في الهانجر هتسبب مشكلة في السيستم ان هو لما هيجي يشتغل مع الضغوط العالية والاهتزازات العالية الناتجة عن حركة التج... الحركة المية او حركة الفلو داخل المواسير هيتسبب ان السيستم ده ممكن يحصل له فيلير بالكامل وبالتالي مش هيادي الوظيفه اللي هو اتبنى على اساسه طيب دي اشكال الهانجرز المختلفه في شكل الرينج وفي شكل الكليفز زي كده في اشكال كتيره جدا بالنسبه للهانجرز او السبورتات والجزئيه اللي تحتيه دهيات اللي هي خاصه بالتثبيت نفسه وفي اشكال تانية زي اليو بولت واليو هوك وغيرها أه وتحتيها اللي هو المسامير اللي هي بتبدا تثبت السبورت نفسه سواء كان اي رود او كان بوست انديكيتد انكورز او باودر دريفن ستادز او مسامير عاديه زي ما احنا شايفين بس هنا الكود برضو بيحدد لي مواصفات دقيقة شوية بالنسبة للهانجرز او السبورتات لان احنا زي ما قلنا ان هو جزئية مهمة جدا هي اللي بتشيل السيستم ولو حصل فيها فيلير بتسبب فيلير في السيستم بالكامل فعلشان كده تلاقي ان الكود حطت لك شرط مهمة جدا اللي هو بيقول ان هي السبورت 5 five times the weight of water-filled pipe plus 100 14 كيلو جرام يعني الكلام ده بيقول لك والله ان السبورت لازم يكون قادر على ان هو يشيل خمس مرات وزن الماسورة محملة بالمية بالاضافة لوزن اضافي اللي هو مية واربعتاشر كيلو جرام طب ليه حط الكمية دي او الكمية الكبيرة ديت من الحمل على السبورت ان هو يكون قادر على ان هو يشيلها لان السبورت نفسه مش بس ان هو بيشيل الحمل الاستاتيك اللي عليه اللي هو وزن الماسوره بالميه لا كمان ده بيشيل حمل تاني دايناميك نتيجه لحركه الفلو في حال حدوث فاير فعشان خاطر يتحمل الفايبريشن او يتحمل الحركه بتاعه الفلو دهيت لازم يكون في وزن اضافي تاني غير الاستاتيك محمل عليه الحاجة التانية أو اللي بيشترطوا التاني الاشتراط التاني بالنسبة للكود بالنسبة للسبورتات أو الهانجرز إن هي شل بي فيرس يعني إيه شل بي فيرس لازم تكون إيه؟ لازم يكون الحديد داخل كعنصر أساسي فيها يبقى لازم تكون إيه؟ حديدية علشان خاطر تتحمل الأوزان العالية عليها طيب الحاجة التالتة قال لك إن ما ينفعش إنك تثبت هانجر أو سبورت في حاجة سوفت بمعنى إن هي ما تقدرش تتحمل الأحمال العالية اللي هي خاصة بأوزان المواسير والفيتنج وغيرها زي إيه مثلا يعني ما ينفعش إنك تحمل فاير سيستم مثلا على جبسون بورد أو على جبسون سيلينج ليه؟ لأن هنا الماتيريال دي مش هتتحمل الوزن العالي ده طيب حاجة أخيرة قالك إن الـ distance between hangar and the center of upright sprinkler احنا زي ما اتكلمنا الابرايت سبرينكلر اللي هو الرشاش الموجه لاعلى يبقى لازم تبقى المسافه ما بين السنتر بتاع الرشاش او السنتر بتاع الابرايت سبرينكلر وما بين الهانجر اللي هيثبته تكون اكبر من 76 ملي ملي متر ليه بقى علشان خاطر ما تبقاش اوبستراكشن يعني السبورت نفسه ما يعوقش حركه الميه اللي هي هتبدا تخرج من الابرايت سبرينكلر في حال حدوث ايه في حال حدوث فاير زي ما هنشوف كده في الرسمه اللي جايه فنبص للرسمه دهية هنبص ان لا ادي ابرايت سبرينكلر فلازم المسافه اللي هي ما بين السنتر بتاع الابرايت سبرينكلر وما بين الهانجر او السبورت نفسه لازم تبقى ايه اكبر من 76 ملم على خاطر لما يحصل ان السبرينكلر ده يضرب ويبدا ينزل الميه اللي هي على شكل الامبريلا او الشمسيه ما يبقاش الهانجر نفسه بيعترض حركه الميه دهيت ويسبب تاثير على البرفورمانس الخاصه بالسبرينكلر ده اول شكل من اشكال الهانجرز اللي احنا ممكن تقابلنا اللي هو شكل بنسميه الترابيز هانجر الترابيز هانجر ده هو بيبقى عباره عن جسم معدني على شكل حرف ال او على شكل زاويه ممكن يشيل لي اكتر من ماسوره او اكتر من سيستم يعني ممكن يشيل سيستم خاص بتكييف ممكن يشيل كيبل تري خاص بكهرباء ويشيل كمان معاه مواسير فاير او يقدر يشيل مواسير فاير ب اكتر مختلفة اللي يبقى هنا الترابيز هانجر ده a shared support structure is a hangar or support designed for use by multiple يبقى ممكن استخدمه مع اكتر من سيستم commonly this is a trapeze يبقى اسمه الهانجر ده اسمه ايه اسمه trapeze that is arranged to support many lines such as زي ايه زي اللي water line اللي هي خاصة التكييف او conduits او ال piping او duct work with some building structure these shared supports are the most efficient way to support the gravitational load of systems installed in the building يبقى هي بتشيل ممكن اكتر من system uh, او ممكن بتستخدمهم في fire ان انا بقدر اشيل اكتر من مصورة بسايز مختلف المسافة دهيت او الطول ده اللي هو خاص بالترابيز ده بنسميه السبين يبقى هنا السبين كام السبين ده واحد بوينت متر وده اللي هو انجل آيرون او اللي هو بيبقى شكل زاوية هنشوف شكله ازاي دلوقتي وده اللي هي المصورة اللي بيبدأ يشيلها اللي احنا شايفينه في الصورة ده نوع تاني من الترابيز بس بدل ما ياخد شكل الزاوية ده لأ خد شكل إيه؟ خد شكل اللي هي الماسورة العادية، فشكل الزاوية ده أو شكل الماسورة العادية هنشوف كده شكل الزاوية لو رسمناه كده ببساطة هنلاقي إن يعني شكله عامل كده. شكله كده بالظبط وبنلاقي ان هنا ده اللي هو بنسميه التي او السيكنس. وده اللي هو width والتالت البعد التالت اللي هو نسميه مثلا ال H وده بيبقى له امتداد يعني ده بيبقى له بيبقى له ايه بيبقى له امتداد يعني طول معين اللي هو الطول ده زي ما احنا شايفينه ده ده اللي هو الطول لكن اللي هو الزاويه او الحرف ال بتبقى بالشكل ده مهم جدا بالنسبه لي ان انا اعرف اللي هو ابعاد المديول ده علشان خاطر اه لما هكبر في السيكنس هغير في الويتس او هغير في الاتش دهيت هي هيبدا الترابيز نفسه هيتحمل اوزان مختلفه هيوضح لنا الكلام ده في السلايد اللي جاي ان شاء الله فتبص تلاقي هنا عندي جدولين دول موجودين برضو في كود ان 13 بيقول والله عندك السبين اوف ترابيز السبين بتاعك قد ايه يبقى هنا بيقول لي مثلا في اول حاجة اللي هو واحد قدم ان ستة انش يعني ستة واربعين من مية متر اللي هو الطول اللي احنا اتكلمنا عنه طيب هو بيشيل مواسير ايه يبقى هنا بيشيل مواسير القطر بتاعها ايه واحد انش ولا واحد وربع معاك لحد عشر انش وبعد كده مديني رقمين يبقى بتختار عن طريق السبين وعن طريق قطر الماسوره اللي بيشيلها الترابيز بتختار ايه بتختار اللي هو المديول بتاعك او السكشن مديول الخاص بالترابيز بتاعك اللي هي بيديلك الابعاد اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي الويتس في الاتش في السكنس وليكن مثلا هنختار حاجه معينه هنقول والله ان السبين اوف ترابيز عندي أه متر 80 يبقى هنا اللي هو ستة قدم متر 80 اللي هو ستة قدم مع ال... وشايل المصورة كام؟ شايل المصورة أربعة بوصة فهتلاقي إن المديول بتاعي أو السكشنال مديول كام؟ هتلاقيه واحد وخمسين من مية طيب في رقمين فوق بعض اللي هو واحد وخمسين من مية وتسعة وخمسين من مية بيعني إيه؟ الرقم اللي فوق بيعني إن المصورة نفسها سكيدوال تن يعني سكيدوال عشرة طيب الرقم اللي من تحت يبقى هو سكيدوال أربعين يبقى المصورة بتاعتك دي سكيدوال عشرة ولا سكيدول 40 تمام فنقول مثلا لو كانت سكيدول 40 يبقى هنا عندي المديول بتاعي كام لو كان سكيدول 40 يبقى مع السبين اللي هو متر 80 والمصورة اللي هي أه 4 انش يبقى هنا هتلاقيه كام هتلاقيه 59 من 100 يبقى تسعة وخمسين من مية اللي هو الرقم ده طيب باخد الرقم بتاع الموديول ده وببدأ أشوف الأنجل بتاعتي الأبعاد بتاعتها كام طيب ندور كده في الجدول اللي جنبه على طول على تسعة وخمسين من مية أو أكتر منها يبقى تسعة وخمسين من مية أو أكبر منها يبقى هنا هتلاقي مثلا اللي هو مين اللي هو الواحد وسبعين يبقى المتاح هنا اللي هو الواحد وسبعين يبقى المديول بتاعي لو انا هستخدم انجل ترابيز يبقى المفروض هيبقى كام هيبقى ثلاثة انش في ثلاثة انش في السكنس بتاع الحديد نفسه بتاع الانجل ده يبقى كام يبقى خمسة على 16 انش طيب امال ايه الخانه اللي جنبه ديت يبقى الخانه اللي جنبيها بيبدا يحول لك الشكل الانجل ده لشكل تاني سيركولر اللي هو بيديلك الترابيز بس هنا على شكل ايه على شكل ماسوره يبقى هنا لو انت هتستخدم الشكل ده كأنه ماسورة يبقى هنا بيديلك الموديول بتاعه اللي يعادله اللي هو واحد اللي هو اتنين تسعة وتلاتين من مية يبقى انت ال-, ال الماسورة اللي انت هتستخدمها اللي هي تلاتة ونص بوصة لكن تلاتة ونص بالنسبة للمواسير بتاعتي لو كانت سكيدول أ أربعين هنا مش متاحة في السوق لكن اللي بيتاح اللي هو الأربعة إنش يبقى انا هستخدم ماسورة كترابيز والقطر بتاعها كام؟ القطر بتاعها 4 انش. لو انت هتستخدمها كانجل زي اللي احنا شفناها في الاوتوكاد يبقى الابعاد بتاعتها تبقى 3 انش في 3 انش والسمك بتاعها كام؟ 5 على 16. بعد كده في السلايد ده بيقول له والله عندك الروت سايز يعني ايه الروت سايز يعني البولت نفسه اللي هيبدا يشيل السبورت اللي هو هيبدا يشيل الحمل بتاع الماسوره هيبقى القطر بتاعه كام فنشوف كده في الجدول ده بيقول لك والله الهانجر رود سايز اب تو اند انكلودنج 4 يعني ايه يعني المواسير لحد 4 بوصه لحد 4 بوصه يبقى هنا من اول واحد بوصه لحد 4 بوصه بيبقى الدايمتر بتاع الرود ده 3 8 انش او ما يعادل 9.5 ملم عندك خمسة بوصة طبعا ده مش متاح في السوق بتلاقي اللي هو السايز بتاع الديامتر بتاع الرد نفسه الديامتر بتاع الرود بيبقى نص انش او اتناشر بوينت سفن مليمتر لو كان عندي ستة انش او تمانية انش برضو نفس القطر عندك عشرة انش واتناشر انش بيشيلهم الرد اللي هو خمس تتمان او خمستاشر بوينت تسعة مليمتر اللي هو رقم طيب لو انت عندك يو هوك روت سايز ده في الغالب بنشوفه مع اللي هي السبورتات اللي هي بالشكل ده هنشوفها برضو هنا في الاوتوكاد بنستخدم يو احيانا في تثبيت المواسير مع سبورت بالشكل ده اللي هو بنسميه براكت تمام ده بيتثبت كسايد وول يبقى بيتثبت على حائط تمام فبيقول لك والله ان القطر بتاع اليو بولت ده برضو هنا على حسب قطر الماسوره لحد 2 انش بيبقى القطر بتاع الرد نفسه او الهوك نفسه بيبقى سبعة بوينت تسعة ملي او خمسة على ستاشر بوصة عندك اتنين ونص لحد ستة بوصة يبقى تلات او تسعة ونص عندك تمانية بوصة بيبقى اللي هو ميتين ما يعادل ميتين ملليمتر متر الهوك ماتيريال دايمتر بيبقى نص بوصة او اتناشر بوينت سبعة في برضو نوع تاني من انواع الرود اللي احنا ممكن نستخدمه مع الهانجر او السبورتات اللي هو الاي رود برضه نفس القصة بيقول لي up to and including أربعة إنش يبقى لحد أربعة بوصة بيبقى ال ال بيقول لي والله with bent eye or with welded eye يعني يبقى with bent eye معنى إن هو حصل إيه يبقى هنا بيشكلها عن طريق انحناء أو عن طريق bend ال welded eye معنى إن هي ملحومة طيب فالحد لحد أربعة بوصة القطر بتاع الرد ده بيبقى كام؟ تسعة ونص ملي هنا يبقى تسعة ونص مللي الاختلاف الوحيد هتلاقي مثلا في الماس اللي هو التمانية بوصة هتلاقي هنا تسعتاشر بوينت واحد بالنسبة للبنت اي آل. بينما هتلاقي في الولدت بيبقى كام اتناشر بوينت سبعة هنا بيتكلم عن الفاستنرز ان كونكريت اللي هي بيتكلم بقى عن تثبيت السبورت نفسه في الخرسانة ازاي بيثبتها قالك ان هي بتتثبت اما هوريزونتالي او فيرتيكالي يبقى هنا بتتثبت بشكل افقي يبقى هنا الفاستنر نفسه او المسمار اللي هيربط السبورت نفسه بيتثبت بشكل افقي او بيتثبت بشكل ايه او بيتثبت بشكل راسي ده بالنسبه لنوع من انواع الفاستنر اسمه ايه اسمه بوست installed anchors اسمه ايه اسمه بوست انستولد anchors في الاساس احنا بنستخدمه او في الكود اساسا بنستخدم ان هو يتثبت هوريزونتالي لكن يوجد بعض الاكسبشنز اللي هي بتتيح لي ان انا اثبت الانكور دهيت اون فيرتيكال ازاي او امتى قالك لو كان الخرسانه نفسها بتحتوي على جرافل يعني بتحتوي على حصى او او زلط بتقدر ان هي تشيل لحد اربعه بوصه أو أقل من المواسير في السايز تمام الحاجة التانية لو كانت متثبتة مباشرة للعناصر اللي هي الخاصة بالاستراكشر بتاع المبنى زي التراسز أو السايد أوف بيل يعني إن هي متثبتة مثلا في كاميرا يبقى لو كانت متثبتة مثلا في ايه متثبتة في آه كاميرا يبقى حاجه خرسانيه تقدر تشيل الحمل بتاع السبورت او تقدر تشيل الحمل بتاع الماسوره طيب الحاجه الثالثه اللي هي بيسمح بيها الكود ان هو يقدر يثبت عن طريق البوستن ستود انكور ده اون آه فيرتيكال ان هو يكون السبيس نوت مور ذان 3 متر يعني المسافه ما بين كل سبورت والتاني ما عن كام يبقى ما عن 3 متر للمواسير اللي هي اكبر من او يساوي 4 انش يبقى المسافة ما بين كل سبورت والتاني ما تزيدش عن 3 متر للمواسير اللي هي أكبر من أو يساوي 4 إنش. النوع التاني من أنواع الفاستنرز ده برضو التثبيت في الأجسام الخرسانية سواء كان سقف خرساني أو كاميرات أو غيرها هنا بيثبت عن طريق بولت بنسميه باودر دريفن ستاد اسمه إيه؟ باودر دريفن ستاد الباودر دريفن ستاد ده بيتثبت مباشرة كده في السيلينج او بيتثبت في بطن كاميرا او غيرها هنا برضو بيديني اقطار مختلفة على حسب القطر بتاع البايب اللي هي بيشيلها يعني بيقول لك والله لو كان قطر الماسوره ده لحد اربعة بوصة يبقى هنا المفروض البولت ده القطر بتاعه يبقى كام يبقى عشرة مللي طيب لو كان مثلا ستة بوصة يبقى هنا برضو هتلاقي ايه هتلاقي سايز اوف بولت تلاتاشر مللي اللي هو نص بوصة لو كان مثلا المصورة اللي بيشيلها 12 بوصة فتبص تلاقي ان السايز اوف بولت كام تلات ارباع او ما يعادل عشرين مللي والمفروض ان الهول اوف فور بولت ان تبقى الفتحة اللي هي بيركب فيها المسمار نفسه يبقى اكبر من او يساوي من البولت بوينت +1.6 مللي متر ولازم توفر نوع من الواشر او الفلات واشر علشان خاطر ايه ما يحصلش ان المسمار ده نفسه يفك نتيجه للفايبريشن اللي ممكن يحصل في الماوس طيب بعد كده بيورينا برضو نوع من انواع الفاسنر اللي هي بتتثبت في الستيل اللي هي لو كان عندي مثلا كاميرا ستيل الكاميرا دهيت انا هثبت عليها البايب بتاعه الفاير يبقى هنا بثبتها ازاي بثبتها برضو عن طريق سبورتات طيب السبورتات هنشوف نوع تاني من انواع السبورتات اللي هي ممكن تستخدم تستخدم مع الكاميرا الستيل بس هنا بيوريني برده لو كان مضطر ان انا استخدم السبورت ده عن طريق بولت او عن طريق مسمار هيتثبت في الكاميرا الستيل ده هي فبرضو بيقول لي القطر بتاعك بيختلف على حسب ايه على حسب القطر بتاع الماسوره اللي بيشيلها وبيقول لي ان ما ينفعش انك تعمل عملية لحام ما بين الصد او ما بين المسمار وما بين الكاميرا الخرسانية او غيرها لو كانت السكنس بتاعها اقل من 2.78 من 100 ملي متر نفس القصة بيقول لي ان الهول او الفتحة نفسها بتاعة البولت المفروض ان هي تكون اكبر من او يساوي من البولت ديامتر بلس ايه بلس اللي هو واحد وستة من عشرة ملي متر وبرده لازم اوفر اللي هو الواشر او الوردة علشان خاطر ما يحصلش ان المسمار ده يفك نتيجة لوجود فايبريشن اللي بيهمني كاستشاري في الشغل بتاع الهانجرز او السبورتات اللي هي مسافة ما بين الهانجر والتاني يبقى لازم هنا ان المسافة ما بين الهانجر والتاني ما يزيدش عن حدود معينة علشان خاطر يحافظ على السيستم ان هو يقدر يشيله وان هو ما يحصلش فيلير للسيستم بتاعي في حال حدوث حركه للفلو داخل المواسير. وبالتالي هنا بيقسمها على حسب القطر بتاع الماسوره والحاجه التانيه اللي هي الماتريال بتاع الماسور. يبقى هنا عن طريق الماتريال اوف بايب اند دايمتر اوف بايب يبقى بيقدر يحدد المسافه ما بين كل هانجر او كل سبورت والتاني فاول حاجه بيقول لي ايه بيقول لي الستيل بايب اكسيت ثريدد لايت وول يعني الكلام ده يبقى هنا بالنسبه للمواسير اللي هي بتتصنع من الستيل ما عدا ما عدا اللي هي ذات سمك صغير يبقى هنا اقل من سكيدول 40 يبقى السمك بتاعها صغير يعني مثلا سكدول 30 سكيدول 10 او غيرها وكمان حاجه تانية اللي هي ثريدد تمام يبقى هنا كل المواسير اللي هي الستيل اكسبت يبقى ما عدا الثريدد لايت وول اللي هي اقل من سكيدو 40 بيقول لي والله لو كان الماسوره دي واحد بوصه يبقى المفروض المسافه ما بين الهنجر والتاني لا تزيد عن كام يبقى لا تزيد عن 12 قدم لو كانت واحد وربع 12 قدم واحد ونص 15 قدم معاك لحد كام لحد 8 بوصه طب إيه الجدول ده وإيه الجدول اللي تحت؟ يبقى ده اللي هو بالوحدات الإنجليزية اللي هي الفوت والإنش بينما هنا الوحدات بتاعتي بالمتر والمللي متر فهنلاقي هنا برضو ستيل بايب إكسيت ثريدد لايت وول بالنسبة لي اللي هو الواحد بوصل له 25 خمسة ملي تمام؟ يبقى هنا المفروض المسافة ما بين الهنجر والتاني تبقى كام؟ 3.66 بوينت أو ثلاثة بوينت لو كان مثلا 100 ملم اللي هو 4 بوصة يبقى 4.6 إيه او 4.57 إيه الخانة اللي بعديها او الماتيريال اللي بعديها اللي هي ثريدد لايت وول ستيل بايب يبقى هنا المواسير اللي هي مصنعة من الستيل واقل من سكيدوال 40 يعني سكيدوال 30 او سكيدوال 10 او سكيدوال 5 يبقى هنا برضو بيديني المسافة ما بينها ما بين كل سبورت والتاني الماكسيمم على حسب او according to pipe diameter هنا برضو لو كان cover diameter او كان الماتيريال بتاعتي كفر هنا لو كان ماتيريال سي بي في سي واخر حاجه لو كانت الماتيريال بتاعتي ductile iron طيب مهمه خالص بالنسبه لي اللي هي الاقطار بتاعتي بالنسبه للمواسير وتحويلتها بمعنى زي ما اتفقنا كده ان الديفولت ماتيريال بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها في الفاير سيستم اللي هي ايه اللي هي بلاك ستيل سكيدول 40 فنبص هنا مثلا واحد بوصه يبقى واحد بوصه ابقى عارف في دماغي ان هو ايه يعادل 25 ملم الواحد وربع يبقى 32 ملم الواحد ونص يبقى هو ال 40 ملم الاثنين هو ال 50 2.5 يبقى 65 ثلاثة اللي هو التمانين، ثلاثة ونص ده اللي هو التسعين وغير متاح بالنسبة للفاير أو غير متاح في السوق بالنسبة للبلاك طيب هنلاقي مثلا اللي هو الأربعة إنش اللي هو يعادل 100 ملم، الخمسة ده برده مش متاح. عندي بعد كده اللي هو الستة بوصة اللي هو ما يعادل مية ملم، وأخيرا اللي هو مثلا الثمانية بوصة اللي هو ميتين ملم، لو كملت 10 بوصة تلاقي 250 وهكذا طيب هنا بقى بيوضح لي برضو المسافة اللي هي ما بين السبورت وما بين اخر سبرنكلر المسافة دي اللي ان هي تبقى كام ومديني حالتين الحالة الاولانية لو كان عندي البريشر اقل من ستة بوينت تسعة بار يبقى لها ارقام مختلفة عن لو كان السيستم بتاعي اللي هي الحالة التانية لو كان البريشر عندي اكبر من ستة بوينت تسعة بار او ما يعادل مئة بي الصاي وفي الصورة الاولانية بيوريني لو كان السبرينكلر ده المسا... لو كان صادفنا مثلا حالة من الحالات ان المسافة من السبرينكلر والتاني كانت متر تمانين متر وتمانين سنتي يعني فقال لك ان المفروض ان, إن المسافة ما بين السبورت والتاني لا تزيد عن تلاتة بوينت سبعة يبقى اللي هنشوف في الصور ديت هي حالات بتنطبق تباعا مع الجدول اللي فات يبقى الجدول اللي فات ده بيقول المسافة ما بين السبورت والتاني كذا بس لو صادفني حالة من الحالات اللي هي موجودة عندي في الصور ديت، لا يبقى الكلام اللي في الصورة ده هينطبق ايه؟ هينطبق أولًا ثم المسافات اللي هي الموجودة عندي في الجدول. نمسك كده حالة حالة، يبقى الحالة الأولانية لو كانت, مسافة ما السبرينكلر كانت المسافة ما بين السبرنكلر والتاني كانت متر تمانين، يبقى المفروض المسافة ما بين السبورت والتاني لا تزيد عن كام؟ لا تزيد عن تلاتة بوينت سبعة متر. طيب، نيجي نشوف في الصورة الثانية بيقول لي والله ايه بيقول لي هنا لو كان عندك السيستم بتاعك ده البريشر بتاعه اقل من 6.9 او ما يعادل 7 بار تقريبا أه بيقول لك ان المسافه ما بين السبورت والسبرينكلر الاخير المفروض ان هي لا تزيد عن كام لا تزيد عن 36 انش او ما يعادل تسعة من عشرة متر لو كان واحد بوصه ولا تزيد عن واحد واتنين من عشرة متر لو كان واحد وربع بوصة المصورة ده هي قطرها واحد وربع بوصة ولا تزيد عن واحد ونص متر في حال لو كان المصورة ده هي واحد ونص ايه واحد ونص بوصة دي الحدود ايه الحدود الماكسيمم طبعا لو كان واحد ونص او اكبر من كده طب واحد يسألني يقول لي مثلا السبرينكلر الاخير احنا ازاي هنوصل له مصورة اكبر من واحد بوصة في بعض الاحيان او بعض الابلكيشنز المعينه ان احنا بنستخدم سبرينكلر مش الستاندرد نستخدم سبرينكلر مثلا وليكن ايرلي سوبريشن او كنترول مود سبيسيفيك ابلكيشن او اكستندد Coverage فتبص تلا ان قيمه الكي نفسها كبيره وبالتالي السايز بتاع السبرينكلر نفسه كبير وبالتالي ممكن اركب فيه ماسوره بالاقطار اللي انت شايفها ديت إلى جانب حاجة تانية إن إحنا مش بس إن إحنا بنركب السبرنكلر ده في الماسورة مباشرة، لأ ده بي كمان بيركب ما بينهم إيه؟ بيركب ما بينهم آآ ريديوسر، بيبدأ يقلل من قطر للقطر اللي هو الموجود عندي بالنسبة للسبرنكلر، الحالة التانية أو الحاجة التانية هنا بيديني المسافة ما بين ال- الهنجر والسبورت الأول تمام؟ في نفس القصة هي هي بيقول لي والله إن هي المفروض تبقى آآ آآ ما بين بالنسبه لي لو كانت الماسوره عندك واحد بوصه يبقى المفروض ان المسافه ما بين السبورت وما بين السبرنكلر تبقى جريتر ذان يبقى هنا تبقى اكبر من تسعة من عشرة متر لو كان قطر الماسورة هنا واحد وربع بوصة يبقى المفروض المسافة ما بين السبورت وما بين السبرنكلر نفسه تبقى اكبر من واحد واتنين من عشرة متر لو كان واحد وربع لو كان واحد ونص او اكتر من كده يعني اتنين او اتنين ونص او غيرها يبقى هنا المفروض تبقى المسافة اكبر من واحد ونص متر طب ليه الكلام ده الكلام ده علشان خاطر ما يحصلش ان الهانجر نفسه يسبب obstruction او يسبب تعارض بينه وبين الفلو الخارج من الرشاش نفسه الحالة اللي بعد كده بيقول لي والله لو كان عندك السيستم ده البريشر اللي فيه أكبر من سبعة بار أو ستة بوينت تسعة من عشرة بار يبقى بيقول لي إن المفروض المسافة ما بين السبرينكلر والهنجر السبرينكلر الأخير والسبورت نفسه لأي باي بسايز يبقى سواء كان واحد بوصة أو واحد وربع أو واحد ونص أو غيرها المفروض إن المسافة دهيت هي تبقى ماكسيمم uh, uh, 12 انش uh, لو كان ستيل بايب ولو كان uh, مواسير نحاس تبقى كام تبقى 6 انش uh, نفس القصه برضو بيديني ايه بيديني قيم ما بين السبرينكلر وما بين ما بين السبرينكلر الاول وما بين الهانجر برضو مسافه معينه المفروض ان هو uh, ما يقلش عنها علشان خاطر ما يسببش اوبستراكشن او تعارض للفلو اللي هو هيبدا يخرج من السبرينكلر نفسه طيب الحاله الاخيره هل ينفع ان انا مثلا في ماسوره معينه متوصله على السبرينكلر استغنى عن سبورت قال لك اه مسموح بس بحدود معينه برده الحاله الاولانيه اللي هي الصوره على الشمال بنبص ان ان هو في حاجه اسمها ارم اوفر او ان سبورتد ارم اوفر ان لو كان عندي مثلا سبرينكلر السبرينكلر ده لوحده متثبت على مصورة تمام يبقى لحد طول معين لحد طول معين انا ممكن مركبش ايه ممكن مركبش سبورت او هانجر أه لحد طول كام يبقى هنا لحد طول تقريبا اربعة وعشرين انش او ما يعادل واحد وستين سنتيمتر لو كان المصورة دي ستيل يبقى لو عندي مثلا ماسوره الماسوره دهيت متركب على سبرينكلر وطولها لا يتعدى ال 61 سنتيمتر يبقى هنا ممكن ما ايه ممكن ما اه سبورت اه لو كانت الماسوره دي نحاس يبقى اه لحد طول اه تقريبا 30 ونص سنتيمتر اه ممكن برضو ما ايه ممكن ما سبورت عليه لكن لو كان عندك البريشر يتعدى السبع بار يبقى الحاله الثانيه اللي هي الصوره على اليمين المفروض ان هو لو كان ستيل بايب متركبش تركبش السبورت لو كان طول المصورة نفسها لا يتعدى 30.5 ونص سنتيمتر وبالنسبه لو كانت نحاس لا يتعدى الطول 15.2 سنتيمتر لو كانت نحاس انك ممكن ما تركبش ايه ممكن متركبش عليها سبورت الشكل ده هنشوفه في السلايد اللي جاي بالظبط تيبيكالي اهو اللي هو الانومستركتيد ارم اوفر عندي هنا ابريت سبرينكلر اهو ومتثبت على ماسوره وده جاي على الكروس مين او على المين بايب نفسها فتلاقي مفيش اي سبورتات شايله الماسوره ده هي تمام لان هي ما عدتش الحدود اللي احنا اتكلمنا عنها اه سواء كان البريشر بتاعي اقل من اه سبعة بار او اكبر من سبعة بار يبقى طالما ما عدتش الحدود يبقى ممكن ما تركبش على الارم اوفر ديت نفسها أه أه سبورت وبالتالي هنا لو كان عندي كم كبير من الارم اوفر دهيت موجود عندي في المشروع يبقى كده انا بوفر برضو من عدد السبورتات اللي انا بركبها طيب الصوره اللي جنبيها هنبص ان انا زي ما اتكلمتكم ان في هنا اللي هو احيانا في بعض المشاريع بيقابلنا اللي هو الستيل بيم اللي هو الكاميرا بتبقى مصنعه من الستيل الكاميرا اللي مصنعه من الستيل ديت ازاي بشيل عليها ماسوره مثلا زي ماسوره الحريق او اللي هي خاصه بمكافحه الحريق بيبقى فيه هنا سبورت وبيبقى متثبت هنا بحاجه اسمها سي كلامب بتبقى واخده شكل او حرف السي وبتتثبت في اللي هو الحرف او السن اللي طالع الخاص بالكاميرا الستيل فاحيانا في بعض المشاريع زي الهانجرز او غيرها طبعا بيبقى المشروع كله ستيل ستراكشر وبالتالي هنا انت من حاجه كمهندس ميكانيكا انك بتطلب من المعماري ان هو يعمل لك اي بيم او بيعمل لك اللي هو الكاميرا الستيل اللي هي بتبدا تحمل عليها مجموعه السيستمز بتاعتك سواء كانت خاصه بالفاير او خاصه بالووتر سبلاي او خاصه بالاتش فاك سيستم او كابلات الكهرباء او غيرها اه بعد كده ده بيورينا برضو هنا اللي هو شكل الرايزر ازاي بيتثبت عن طريق حاجة اسمها بايب كلام ان هو بيحافظ على ال... ال... الرايزر ده ان هو ميتحركش ايه ميتحركش حركة هوريزونتالي وفي قاعدة تحت بيبقى برضو مثبت على قاعدة من الستيل علشان خاطر تبدأ تشيل الوزن بتاع الرايزر نفسه يبقى الرايزر يبقى كده ناخد بالنا من مسميات الرايزر هي المصورة الفيرتيكال اللي هي بتبدا تنقل المايه من اول الطلمبات مثلا لحد ايه لحد البرانشات الموجوده عندي في الادوار العاليه ده نوع برده من الـ 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 التوصيل الخاص sprinkler الـ الـ احنا متعودين في اغلب المشاريع بتاعتنا على ايه على بايب اللي هي المواسير الحديد او البلاك كده سكيدول 40 اللي احنا بنوصلها على السبرنكلر لكن في الكود برضو بيسمح بحته اللي هي خاصه بالفليكسبل هوز في بعض المشاريع في بعض المشاريع وفي الكود بيسمح بيها ان هو ممكن تستخدم فليكسبل هوز بالشكل ده نفس اللي اللي بتشوفه مثلا في التويليتس اللي هو متوصل على الاحواض والدبليو سي وغيرها هنا بيوصلوا بنفس القصه على السبرينكلر بس هنا مهم خالص بالنسبه للهوز ده ان هو طبعا يبقى معتمد وبيتحمل ضغوط عاليه جدا لكن مشكلته ان هو ممكن يتسبب في تسريبات او يسبب لك ان السبرينكلر نفسه يحصل فيه انحناء او غيره علشان كده بيتعمل زي شاسيه حديد كده بيتثبت فيه اللي هو السبرنكلر بالمنظومه دهيت ولا ينصح باستخدام اللي هو الفليكسبل فليكسبل هوز فيتينج دهيت بسبب ايه بسبب المشاكل اللي ممكن تسببها ان هو طبعا بيحتاج تركيب او مهاره عاليه في التركيب وممكن بيحصل بعد فتره مشكله في التسربة لكن اللي متعودين عليه واللي اغلب المشاريع بتشتغل بيه اللي هو الريجيد بايبنج في عمليه التوصيل للسبرينكلر وغيرها هنشوف كده فيديو برضو صغير بيوضح لنا القصه بتاعه الهوز او الفليكسابل سبرينكلر هوز سيستم ده شركة فايكنج طبعا من الشركات المشهورة جدا في تصنيع الكيومنت الخاصة بالفاير سيستم بتورينا النوع ده من انواع الكونكشن اللي هي الفليكسبل سبرينكلر كونكشن بتشوف ان هو لازم يبقى عامل على السيلينج زي الشاسيه حديد كده بيبقى متثبت عليه السبرينكلر طبعا ده برضو ليه تكلفته هنا بقى ما يقدرش يحمل على السيلينج مباشره هنا لازم يعمل اللي هو الشاسيه دوت علشان خاطر يبدا يحمل عليه السبرينكلر باللي بتاعه ده او الفليكسبل كونكشن هنا بيورينا ازاي بيركب الشاسيه ده على السيلينج وادي المكان اللي هيركب فيه ال ال, 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 ال الوصله بتاعه السبرينكلر ادي الكونكشن اهو وادي الوصله المرنه بتاعتنا بيبدأ يركبها كل الوصلات ده هي مشكلة الوصلات الكتيرة ديت ان هي ممكن تسبب التسريبات العالية ده طبعا عشان يظبط بيها القطر بتاعه ان هو يبقى اتناشر انش طبعا عايزة مهارة عالية جدا عشان يظبط الزاوية دهيت ويوصل بعد كده الوصلة بتاعته او الوصلة المرنة بتاعته نضيف ليها طبعا الوصلة الزيادة ده هي اللي هي بتبدأ توصل من واحد بوصة أو غيرها للقطر بتاع السبرنكلر وهذا السبرنكلر هو راكب في البلاطة بتاعة السيرين تخيل بقى كل سبرينكلر من دول محتاج شاسيه زي كده بالوصلات بتاعته طبعا ده مكلف جدا وعيوبه كتير نتوقف آه بهذا القدر وان شاء الله اشوفكم المحاضره اللي جايه باذن الله واتمنى يكون استفدتم بإذن الله المحاضرة الجاية إن شاء الله هنكمل الجزئية برضو بتاعة السبرينكلر هنبدأ نتكلم عن السبرينكلر سيستم أنواع مختلفة من السيستمز اللي إحنا بنستخدمها مع السبرينكلر سواء كانت ويت سيستم أو دراي سيستم أو ديلوج أو بري اكشن أو غيرها وهنعرف إن شاء الله إزاي إن إحنا إزاي السيستمز دي بتشتغل وإيه مكوناتها أشكركم وأشوفكم إن شاء الله المحاضرة الجاية بإذن الله واللي عنده أي استفسار يقدر يتواصل معي على الإيميل الموجود في أول الفيديو أو على صفحة الفيسبوك Firefighting Tech فور يو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته